مجلس التأسيس وين وكما كان منتظر قطع عدد كبير من الكتل النيابية أشغال الجلسة العامة المقررة اليوم العشية أمام رفض رئاسة المجلس تغيير موضوع الجلسة وتمكين النواب من التدخل حول قضية تسليم البغدادي المحمودي. أغلبية الكتل النيابية باستثناء كتلة حركة النهضة وبعض أعضاء كتلتي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية اليوم الجلسة العامة اللي كانت مخصصة لمناقشة بعض مشاريع القوانين أمام رفض رئاسة المجلس تغيير موضوع الجلسة لمناقشة قضية تسليم البغدادي المحمودي. تم ما يسموه في علم السياسة بأزمة دستورية في البلاد، والمجلس الوطني التأسيسي وهو مصدر الشرعيات، يعني مصدر الشرعيات الثلاث، يعني رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، لا يدرس هذا الموضوع بدعوى أن عنده جدول أعمال سابق او بدعوى ان النظام الداخلي والتعلل يعني بمسائل اجرائيه. هو معناه المواطن الان موضوع الاساسي والخلاف بين رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه. من خص الجلسه تعثر فيها الحكومه، ما فهمش جدوى في نقاش موضوع كذا هذا بغياب الحكومه. نحن مع المناقشه ولكن بحضور الحكومه، هذا هو موقفنا ليس اكثر. واعتبر اعضاء المجلس انه اللي صار كان نتيجه لوجود ازمه بين رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه. وقع سوء تفاهم بين الحكومه وبين رئاسه الجمهوريه، كان من الاجدر انه المجلس التاسيسي يكون الحكم. واؤكد انه المجلس التاسيسي يكون الحكم حسب الفصل 20 من النظام المؤقت للسلطات. ولهذا كان من الاجدر بدايه الجلسه بمناقشه كيفيه تسليم بغدادي المحمود. ازمه واضحه. معناها نشوفوا لي رئيس الجمهورية ما كانش في علمه بالقرار اللي خذاه، بتنفيذ القرار اللي خذاه رئيس الحكومة بدون توفير، ما شفتش معناها شيء اللي تثبت اللي فما توفير الشروط اللي شرطناها احنا على ليبيا فيما يخص المحاكمة العادلة. وكان حبون يمشوا على قاعدة وعلى احترام المعايير الدولية ما نجموش ناخذوا الثنية هذه. فيما حملت كتلة العريضة الشعبية رئيس المجلس الوطني التأسيسي مسؤوليته فيما يحدث خاصة فيما يتعلق بمجال تدخل المجلس وصلاحياته. سي مصعب بن جعفر بتواطؤه مع الرئاسات الأخرى، مع رئاسات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، قاعد بالحق هو اللي نقصنا يطيح في هيبة المجلس الوطني التأسيسي، مش النواب اللي يطيحوا في المجلس الوطني التأسيسي كيف ما ديما هو يقول لنا ويقول رأي العريضة وغير العريضة، لا هو اللي يطيح لنا هيبة المجلس الوطني التأسيسي وخلت المجلس الوطني التأسيسي ما غير حتى صلاحية وما غير حتى سلطة في البلاد، ولينا حتى في الشارع التونسي يخاطبونا يقولون شنو هي صلاحياتكم اللي صار لها لحد بنهار كيفاش اغتالوا صدام حسين وشنقوه في الخفاء. بالضبط سمعنا به بغدادي المحمود يسلموه. بالضبط يعني عصابة، هذه الحكومة هذه نقولها عصابة متاع سراق، عصابة سراق قاعدة تسرق في الثورة التونسية، قاعدة تسرق في الثورة التونسية.